هو الأطفال بقى اللي تعرضوا للتحرش، كيفية التعامل معاهم إزاي؟ يعني هل بيتم معالجتهم نفسيا إزاي؟ هل المسألة بتبقى صعبة؟ هل بتفضل معاهم؟ المسألة طبعا مش سهلة، فعشان كده بعرف الحالة. في حالات بتاخد يعني علاج سلوكي معرفي أو جلسات مشورة، يعني في حالات تانية لما بقعد معاها أنا مش طبيبة نفسية، أنا واخدة دبلومة في المشورة والإرشاد والتوعية للناجين من الاعتداء الجنسي. ففي حالات معينه انا بحس ان مثلا دي حاجه فوق قدراتي انا، فبنصح الاب والام ان هو يروح لطبيب متخصص يعني او مستشفى علاج نفسي لو الموضوع دخل في اكتئاب او محاولات انتحار او الطفل او ان هو يتحول ايضا بعد كده ما يكبر لمتحرش يعني. لكن في اطفال بجلسات المشروع بيحتاج من 4 لـ6 جلسات بيتعافى، وشويه نصايح طبعا الاهل عشان ياخدوا بالهم انه ما يتعرضش للحاجه اللي كان بيتعرض لها، ولو في حد ضايقه ياخدوا له حقه. في يعني في كذا وسيله، بشتغل بنظام مشهوري كده علاجي اسمه الحقيبه الخضراء او الجرين باج، بتخلي الطفل يعني يتغلب على الموقف اللي حصل له. ايوه ولو يعني على حسب برضه شده الايذاء، يعني لو اتعرض لايذاء مره واحده غير لما حد بقى له اسبوعين بيعتدي عليه، غير لما حد في وسط بقى له فتره يعني. اتمنى انها بقدر يعني احدد، وبعد كده بنصح الاب والام ان يروحوا للطبيب متخصص. ايوه لان انا اؤمن بالاختصاص يعني. طبعا بنسبه كبيره الحالات بتتعافى بس بتاخد وقت، وفي حالات يعني بتبقى صعبه شويه. بتبقى صعبه ولكن ان شاء الله نتمنى انها كلها تتعافى. عشان كده يعني الحمايه دي قصدي بيها الوقايه خير من العلاج. ليه؟ الوقايه، ولكن في عدد كبير تم يعني تمت الاعتداء عليهم، فبرضه يعني محتاجين ان يبقى يتم التعامل معاهم يعني حتى يتعافوا ايضا. معلش ناخد